في ثاني أيام زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى برلين للمشاركة في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد فرانك شتاين ماير رئيس ألمانيا الاتحادية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام رادي بأن السيد الرئيس أعرب عن التقدير لحفاوة الاستقبال الألماني، مشيدا سيادته بعلاقات الصداقة المصرية الألمانية الممتدة وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة خلال الفترة الأخيرة. من جانبه رحب رئيس الألماني بالسيد الرئيس في برلين معربا عن تقدير ألمانيا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين. كما أشاد الرئيس الألماني بالمشروعات القومية التنموية الجاري تنفيذها مؤكدا حرص ألمانيا على مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في كافة المجالات. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولف شولتز في افتتاح الجلسة رفيعة المستوى لحوار بيترسبرغ للمناخ. كما استقبل المستشار الألماني أولف شولتز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر المستشارية الألمانية في برلين. وعقد مؤتمر صحفي بين الجانبين، وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره للقاء المستشار الألماني للمرة الأولى في برلين، مشيدا سيادته بالطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات. كما أشار السيد الرئيس إلى التطلع لمزيد من انخراط ألمانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، حيث أكد المستشار شولتز من جانبه حرص ألمانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً لتحقيق التنمية الشاملة، لا سيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الألمانية. وتم التوافق بين الجانبين في هذا الصدد على أهمية العمل على تكرار النموذج الناجح للشراكة بين مصر وكبرى الشركات الألمانية على غرار شركة سيمنز والذي أثبت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتطوير منظومة التعليم الأساسي في مصر.
كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته في برلين مع السيدة كريستينا لامبرشات الوزيرة الاتحادية للدفاع بجمهورية ألمانيا الاتحادية. كما عقد السيد الرئيس أيضاً لقاء المائدة المستديرة مع رؤساء مجالس إدارات والرؤساء التنفيذيين للشركات والاتحادات الألمانية، حيث دار حوار مفتوح بين رؤساء الشركات الألمانية والسيد الرئيس والسادة الوزراء المصريين حول آفاق التنمية ودفع الاستثمارات الألمانية في مصر.